مساع لإعادة الروابط التركية السورية بعد سنوات من المناوشات السياسية وغير السياسية على خط النار الذي يفصل بين سوريا وتركيا. الجانب التركي لا يبدو متفائلا بمستقبل التطبيع، وكانت تصريحات أردوغان الأخيرة خير دليل على ذلك، معتبرا أن الجانب السوري لا يخطو إلى خط المنتصف كما يفعل الطرف التركي من وجهة نظره. لا أرى أي خطوة إيجابية من الأسد لإعادة العلاقات مع سوريا. الرئيس التركي الذي حظي بولاية جديدة مؤخرا كان عائدا من سوتشي بعد اجتماع رباعي مع دمشق وموسكو وطهران الوسيطتين، آسفا على عدم مشاركة الأسد في الآلية الرباعية. هو انسحاب القوات المحتلة؟ تصريحات جاءت ردا على تمسك الرئيس السوري بشار الأسد بشرط انسحاب القوات التركية من الشمال السوري، معتبرا ذلك الطريق الوحيد لإعادة ربط الحبل الذي قطع منذ أكثر من عقد، شرط لا تقدمه أنقرة على المحادثات لتبقى بداية الحوار مرهونة بتنازل أحد الطرفين عن ذلك البند، بالرغم من اتفاق الطرفين على ملفات مشتركة تخص الأمن القومي للبلدين. إيفا عمر، الحدث. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.